السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وصلت لي رسالة تهديد اللي جات من بعض الجزائريين، واللي بيقولوا لي بطل اللي أنت بتعمله وما تتكلمش تاني على الجزائر، إحنا نسرق تراث براحتنا، إحنا نعمل اللي إحنا عايزينه، أنت خاين، أنت مش عارف إيه، أنت مغربي بتطبل للمغاربة، الكلام يعني اللي قالوه ده، وهددوني بحاجات كتير جدا، يعني مش حابب إن أنا أتكلم حتى في تفاصيلها، لأنه الحقيقة إنه التهديد كان في حاجات خطيرة جدا مش حابب حتى ان انا انقلها لكم. وقالوا ان الجزائر بلد الرجال، وانه انا كمصري لازم اخاف من الجزائريين عشان الجزائر بلد الرجال والكلام ده يعني. فيعني من المنطلق ده انا قررت ان انا اوجه لهم رسالة مهمة جدا عشان ابين لهم انه الموضوع مش مستاهل، يعني الموضوع زي ما هم بيقولوا. التهديدات اللي جات لي دي اكيد 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 انا خفت منها طبعا، وهتراجع عن اللي انا بعمله، ولذلك قررت ان انا اقدم الرسالة اللي جاية دي ليهم احتراما ليهم، وعشان ابين لهم ان انا خفت منهم، وان هم مرعبين ومخيفين، وان التهديدات اللي هم هددوها لي خلتني اجيب ورا وارجع ورا واقول ان انا مش هكمل دفاع عن المغرب، وانه الجزائر بلد الرجال زي ما هم بيقولوا، وان انا كمصري لازم اخاف منهم، ولذلك انا بقدم لهم الرسالة دي. ثابتة ثابتة مغربية، والصحراء مغربية، ليليا مليليا مغربية، والدرجة مغربية، والقفطان تحفة مغربية، كله كله مغربية، وانت يلي متضايق من كل حاجة مغربية، بنقولك بطوش بطاطيش بطاطيش وبطش، بطوش بطاطيش بطاطيش وبطش، بطوش بطاطيش بطاطيش وبطش، بطوش بطوش بطاطيش بطاطيش وبطش، بطوش بطاطيش بطاطيش وبطش، بطوش بطاطيش بطاطيش وبطش، ثابتة مغربية، والصحراء مغربية، ليليا مليليا مغربية، والقفطان تحفة مغربية، كله كله مغربية، وانت يلي متضايق من كل حاجة مغربية، بنقولك بطل بطاطيش بطاطيش وبطش، بطوش بطاطيش بطاطيش وبطش، بطوش بطاطيش بطاطيش وبطش، بطوش تاني، بطوش بطاطيش بطاطيش وبطش، بطوش بطاطيش بطاطيش وبطش، بطوش بطاطيش بطاطيش وبطش.